طيب ندخل على السوبرفيشال فرونت لاين، ده اللاين اللي هو ابسولوتلي اوبوزيت للسوبرفيشال باك لاين. السوبرفيشال باك لاين بيبدا من البلانتر سيرفيس للتوز من تحت انفيرلي، عندي التاني بيبدا دورسلي وبيكمل بعد كده بالتوز اكستنسورز يطلع لحد التيبيال تيبراستي، يأتاتش للسب باتيلر تندون، بعد كده باتيلا يطلع ريكتس فيمورس والكوادريسبس انتيريور انفيريور اليك سباين، يكمل بالريكتس ابدومينس لحد ما يوصل للريب كيج وسبيشال فيفث ريبس، يطلع بعد كده على الاسترنو كوندرال فاشيا والاسترناليس، يكمل بعد كده على الاسترنو كليدو ماستويد ويطلع على السكال فاشيا. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره ده اللاين بتاعه العيان اللي بلاقي عنده ديسفانكشن في اللاين دوت. يعني احنا بندي كده هينتس، طبعا احنا كل لاين بنفتحه بتعمق في اللاين بتاعه. العيان اللي بيشتكي من مشاكل في النيه، العيان خاصة الكوندروماليشيا، نبص على التايتنس بتاعت فاستس لاتراليس، لو في ديسفانكشن فاترس لاتراليس ممكن يعمل اللاترال ديفيشن. احنا دايما التراديشنال نقول فاست ميدياليس اوبليك سويكنس، طب ما ممكن في فاستس لاتراليس تايتنس. اللاين دوت في بعض الحالات بيبقى عندهم مشكلة فوق. انا عندي في عضله دي مش كتير بتتكتب في كتب الاناتومي لان ملهاش فانكشن قوي، اسمها الاسترناليس، تمتد من هنا لهنا. العضله دي ساعات بيحصل فيها ديسفانكشن وخاصه مع اللي واخدين كيفوتيك بوشر، فبناء عليه ريليزنج العضله دي مع الاكستنشن اكسرسايز بيجيب بوزيتيف ريزلتس قويه. السوبرفيشال فرونت لاين من اللاينز اللي ريليتد للفير، هنتكلم على لاين ريليتد للسايكولوجيكال اسبيكت شويه. لو واحد بيفير كتير، لو بيحصل له ستارتلينج كتير زي ما نشوف في الصوره دي، كات اكسبيرمنت لما بيجيبوا واحد ويضربوا نار جنبه او اي ساوند عالي بيدخل فليكشن اتيتيود. اللاين اللي بيدخل في فليكشن اتيتيود دايما دوت هو سوبرفيشال فرونت لاين. لو عندي بيشنت عنده مشكله سايكولوجيكال فير خصوصا لو تشايلد، اللاين ده ممكن نلاقي فيه ديسفانكشنز. تمام، ديسفانكشنز دي ريسيبروكلي هت افكت سوبرفيشال باك لاين، وهنلاقي سوبرفيشال باك لاين هو اللي بيشتكي اكتر. ده هنتكلم عنه في الاخر، العلاقه ما بين الاجونست والانتاجونست والماسل واللي قدامها في الماسل امبالانس كاكتيف بارت من الميديول. بعد كده ندخل على اللاترال لاين. اللاترال لاين زي ما حضراتكم شايفين بنبدا الاول، هو المين ماسل اللي بتنتج هي البرونياي في بلاريس لونجس وبريفس، فدول بي اوريجينيت من الفيفث والفيرست ميتاتارسال بيس، فبيبدا من تحت لاترالي يطلع على البرونيال جروب في بلاريس، بيوصل معايا بعد كده لحد هيدو فيبولا، يطلع على الاليوتيبيال تراكت تنسور فاشيالاتا جلوتيس ماكسيموس، بعد كده لاترالي يكفر الاليك كريست، منه يكمل على اللاترال ابدومينال اوبليكس اكسترنال انترنال، ويبدا يمسك في البلفس بكل في الريبس بكل الاكسترنال اند انترنال انتركوستالز، يكمل لفوق خالص لحد ما يوصل عند الفيرست سكند ريب، يجامب على السبلين سكابيتس والاسترنو كليدو ماستويد لما يوصلوا في الاخر للاوكسيبيتال ريدج او ماستويد باس. طب ديسفانكشنز ده في اللاين فين؟ لو واحد عنده ريكارنت ميديال انكل سبرين، دي مش كومن زي اللاترال انكل سبرين، بس عنده مشكله او بين دايما في الميديال سايد بتاع الانكل، تشيك اللاين، ممكن يبقى في تايتنس في الاي فيرتورز فبيسحبوا الانكل دايما في اي فيرتور. العيان اللي عنده اليوتيبيال باند ديس فانكشن على طول، اليوتيبيال باند فريكشن سيندروم، اي بين جاي لاترال لازم تشيك اللاين ده، تشيك عامل ايه، تشيك الرينج. عندنا التستات بتاعتنا الاوبر حتى غير اوبر في الاسسمنت بتاعه ان في شغلانه بتعمل ليز، لو في مشكله على طول بيحصل ريزوليوشن ايميديتلي وانت قاعد مع العيان. بعد كده الجلوتيوس ميديوس هي انفولفد جوه اللاين، وهيهمنا بعد كده لما نتكلم على المسل امبالانس ان الجلوتيوس ميديوس لما بيحصل فيها مشكله الاليوتيبيال باند ده بيبدا يتايتن. ليه؟ لان الجلوتيوس ميديوس اتاتشد في الجريتر تروكانتر، لما بيحصل فيها ويكنس كومبنسيشن مين اللي بيبدا يجي من التنسور فاشيالات اللي هي شاده شغاله على الاليوتيبيال باند، يبدا يدسفانكشن، يبدا يتايتن.
بعد كده العيان اللي عنده سكوليوز او لاترال تيلتنج في الاسباين سواء فانكشنال او ستراتش لازم نبص على اللاترال الاينج. بيشنت اللي عنده مشكله في الموبيليتي بتاعت الريبس نشوف الانتركوستال نعمل اسسمنت ريب ريب زي ما بنعمل موبيلايزيشن للريب كارتيكولار تكنيكس بنريليز الفاشيا ونحط عليها بريزنج اكسرسايز يعني كده ماشي في مالتي دايمنشنال انترفينشن بطلع فوق خالص بيبقى عندي السبلينيس كابيتس والاسترنوكليدوماستويد دي خاصه مع الحالات اللي عندها لاترال بيندنج ولاترال شيفتنج في النك.